عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا بيكم. يلا النهارده نعمل فستان جميل، واللي بيشبه على القماشة دي قماشة ملاية سرير. اكيد في ناس بتشبه عليها، بس عايزة اقول لكم على حاجة. انا بعمل التدريب، بس ما عنديش مانع ان البسه لبنتي، تمام؟ طيب، اولا سعر القماش ده رخيص جدا، العرض عنده كبير جدا، عرض 240، ده ما تلاقيهوش في القماش العادي بتاعنا. بصوا جماله، شايفين الورود، وفي نفس الوقت مشابه جدا للقماش العادي، فان ايه المشكله ان انا اعمله، تمام؟ طيب بصوا بقى كده، انا هطبق بالشكل ده، انا بعمله لكم كتدريب عشان يوفر معايا في سعر القماش، وفي نفس الوقت قلت لكم وصرحتكم ان ما عنديش مشكله لو احتجت البسه لبنتي هلبسه لها. انت حر ما لم تضر، انا بعمل اللي انا شايفاه مناسب، ما عنديش مشكله، متصالحه مع نفسي ان اعمل الشيء اللي انا شايفاه صح وجميل، لان ارضاء الناس غايه لا تدرك، فانت بتعملي الشيء المناسب ليكي. يعني انا دلوقتي ظروفي لا تسمح اني اشتري قماش عشان البس اولادي، عندي مثلا 5 أو 6 اطفال، عندي مشكله ان اشتري فستان ب 400 500 جنيه طفله واحده منهم، طب اعمل ايه؟ لازم اتصرف، لازم اتصرف، وبقناعه مني وبرضا نفس مني انه انا بعمل دايما الحاجه الصح اهو. فانا بعمل هنا كده ايه، هعملها 70 سنتي طول الفستان بالشكل ده، يعني مفيش مشكله. لا مفيش مشكله، السنه اللي فاتت عملت لبنتي فساتين، عملت فساتين من القماش كتير ما حدش عارفه، بالعكس كانت الناس بتعجب بشكل الوردات وتصميمها. والميزه في القماش ده انه بيدي نفشه كمان عن القماش العادي، تمام؟ اهو ده كده الشكل اللي انا ايه هعمله بالورداء، اللي هعمله كشكشه للفستان، تمام؟ طيب اهو الشكل ده شغلي كده، اطبقه احطه على المكنه، نتابع مع بعض الجزء اللي فوق. زي ما قلت لكم عرض القماش كبير، فبيساعدك تعملي زي ما انت عايزه، تمام؟ طيب اهو، عشان بس ايه ما اهدرش منه واقدر اتعلم فيه يا جماعه. طالما انت حتى لو مش عايزه ان انت تعمليه كلبس، اتعلمي عليه. طيب بصوا، لو انا عايزه مثلا الورده دي تيجي في النص، فانا ايه يعني في نص الجزء اللي فوق، فانا بطبق بالشكل ده اهو، لو انا عايزاها تيجي مظبوطه في النص، تمام؟ خليكم معايا في النقطه دي، مهمه جدا. طيب بروح عامله الامام هنا، واروح عامله الخلف هنا، بحيث ان الورده هي اللي تتظبط معايا في الجزء اللي فوق. طيب بصوا بقى، يبقى انا تنيت تاني واحده، تمام؟ ومش ههدر الحاجه، الشريط ده يتبقى مني ممكن اعمله حزام. طيب نركز بقى، نص خط الظهر 18 سنتي بمسافة الخياطة، وقبل كل ده هعمل الخط اللي انا هشتغل عليه، اساوي عليه القصة بتاعتي اهو. تمام، 18 سنتي اهو، تمام، وال 18 سنتي هي هياها هنزلها تاني. بكرر عشان بس ايه الكلام لا يؤخذ خطأ، لو مش عايزه تستخدميه اعمليه قماش بتتعلمي عليه، لانه سعره رخيص، يعني ممكن سعره يبدا ب 18 جنيه المتر، يعملك فستان ولا اتنين، تمام؟ يبقى انا اخدت 18 سم هنا ونزلتها هنا، ده مناسب لمعظم الاطفال، تمام؟ وبخرج هنا 5 سم، الناس اللي طلبت باترون لست سنين، ده 6 سنين لغايه 13 سنه مثلا، تمام؟ اهو خرجت 5 سنتي، وبعمل دوران بايدي اهو اهو، تمام؟ مفيش اي مشكله. طيب طول الوسط او طول الحزام او منطقه الوسط اللي انا بعملها هتبقى 36 سنتي، وواحد سنتي للخياطه اهو، خلوني بقى اشكر الناس اللي دعت لي في العمره، ناس يا جماعه عملوا عمره دعوا لي فيها، ومن احلى المفاجات كاتبه لي كده في الفيديو السابق مفاجاه، انا طلبت يتكتب في التعليق مفاجاه، لقيتها عامله لي احلى واجمل مفاجاه في حياتي والله العظيم. ان حد يتذكرك وهو في مكان مقدس، ده شيء يعني انا لو فضلت اشكرها من هنا لبكره بصراحه مش هوفيها. بشكرك جدا ولكم بالمثل، اللهم امين. طيب انا اخدت 7 سنتي هنا، فتحت
السطر. تعالي هنا اعملي القصه اللي انت عايزاها. تمام، يعني ايه القصه اللي انا عايزاها؟ قبل ما انقل على القصه انا هنا نزلت 2 سنتي علشان ميل الكتف اهو، عايزه بس اقص الحته دي علشان اقدر اشرح عليها عشان ما تبقاش ايه في الزحمه دي اهي. شكرا لاي حد بيفتكرني في الاماكن المقدسه الشريفه، ربنا يوعدنا يا رب بزياره بيته واياكم اللهم امين. وبنزل كده الميله بتاعت الكتف. عايزه اقول لكم والله العظيم من اجمل الايام اللي نمت فيها نوم عميق بهذه الدعوه، انا مش ببالغ، انا مش عايزه اوصف لكم فرحتي والله العظيم. يا رب هذا الدعاء يكون من حظ ونصيبي، اللهم امين يا رب العالمين. اهو يا جماعه ده كده منطقه الصدر. تمام، طيب انا اهو عشان اوريكم ان انا جايبه الورده في النص. تمام، اهو جايبه كده الورده في النص. طيب بروح عامله ايه، مطبقاها تاني هنا. شكلي بقى اللي انت عايزاه كده عشان تكون واضحه، شكلي القصه اللي انت عايزاها. تمام، عايزاها مثلثه، عايزاها مدوره، عايزاها مربعه، زي ما انت عايزه. طيب خليني مثلا اعملها مثلثه عشان الفستان اللي فات كان مربع، فنعمل ده مثلث. فانا هنزل 10 سنتي اهو هنا في الخط ده. نركز شويه، لو انا عايزه فتحه الصدر تكون ملمومه فانا بعملها على الخط اللي انا عاملاه 7 سنتي. عايزاها واسعه بدخل كل ايه ما دخلت كل ما بقت واسعه. تمام، طيب فانا خليني ايه اعملها ما تكونش واسعه اهي، تكون معقوله يا جماعه اهو. فانا كده ايه دخلت حوالي 1 سنتي بس من اللي انا عملته. هنا لو انا عايزه اعمل تعديل، يعني انا هنا لو عايزه اعمل نص كم اخليها زي ما هي، لا انا عايزاها حماله رفيعه، فانا بعمل التعديل ايه ان انا بدخل من هنا لهنا. تمام، طيب اهو ده كده ده كده عندي شكل السبعة. تمام، طيب عايزة زي ما قلتلك تدخلي كده شوية اهو، بس يكون ايه حاجة بسيطة على حسب رغبتك. طفلة صغيرة عايزة يعني ايه تزودي فتحة زودي اهو، بصي بقى كده كده كويس قوي. تمام، طيب نركز في الفيديو ده عشان اوريكم الفينش بتاع السبعة دي ازاي عشان يبقى مظبوط. طيب انا كده عملت الامام بس عشان انا مركزه لما يكون القماش عندي فيه ورده او رسمه اتصرف ازاي. باجي هنا واروح عامله الخلف، خدي بالك الخلف بالشكل ده اهو، بس بعمل حسابي ان في سوسته، بعمل حسابي ان في سوسته فافوت لها 1 سنتي اهو. انا عملت حسابي ان هنا في سوسته ففوت لها 1 سنتي. تمام، طيب هنا نفس القصه بالظبط اهو، بس خدي بالك وانا بعمل القصه نركز مع بعض في التركايه دي اهو. هطلع بدوران كده حوالي 3 سنتي لفوق عشان الفستان ما يبقاش ايه مجنح بشكل مش لطيف اهو اهو. ده ال 3 سنتي اللي انا اخدته، دي تركات مهمه جدا اهو. بصوا بقى هنا عايزه اعمل الظهر مثلث زي الامام، هقص نفس المثلث. عايزه اعمله لا فتحه رقبه عاديه ورفيعه، اروح عامله فتحه الرقبه العاديه اللي انا عاملاها. تمام، طيب هنا احنا هنعمله زي بعضه اهو. هفتح المكان بتاع سوسته، مش محتاجه اعمل لها علامه لان هي 1 سنتي باينه. تمام، بصوا بقى كده ادي ايه الشكل ده، اصبح معايا الامام اهو واصبح معايا الخلف اهو. الاطفال مفيش تعديل في لبسهم او الشغل بتاعهم اهو يا جماعه، شايفين كده؟ يبقى الورده عندي هنا في الظهر والورده عندي هنا في الامام، وبركب فيها الجزء
اللي انتوا شايفينه. طيب الفينش مهم طبعا اهو، بروح واخده قطعه طبقها زي ما هي كده بالظبط. تمام، دي قطعه القماش طبقها بالشكل ده، باخد الجزء ده كده زي ما هو بالظبط. بصوا طبعا مش كله، انا عايز اعمل فينش المثلث اهو. لايك فين احبائي في الله؟ ما ننساش نعمل لايك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا جماعه انا خلاص قصيت المثلث وقصيت الجزء ده، تمام. هنا بقى مسطره معايا اهو، بحدد يعني هو متعارف على البطانه ان هي 7 سم، انا هعملها 8 عشان لما اتنيها. تمام، وهنا هنزل، خلينا ننزل 9 سم، بوصل النقطتين ببعض اهو. او لو لقيتيها نازله معاكي شويه تحت مش مشكله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اهو يا جماعه بصوا، دي عشان محتاجينها تاني. ده كده الامام، ده كده الفينش بتاعي بتاع الامام، وزي ما هو كده الخياطه بتاعته. بس بقى فقره الخياطه، فقره الخياطه تمام. طيب ده كده الخلف، ممكن اخد قطعه واحده مش محتاجه الاثنين اهو. اشوف بقى كده لو اقدر اعملها كده، نفس الطريقة ونفس الحكاية. عملت دي 8 سم، يبقى اعمل دي 8 سم عشان الاتنين يلتقوا في نفس النقطة اهي. وهنا زي ما المسطرة توجه اهو، كده بقى انا عملت ايه اهم حاجتين. في ناس بتعمل المثلث وما بتعرفش تفنشه ويبقى شكله مش لطيف خالص اهو، نفس الحكايه. بالشكل ده تمام. يلا بقى نخيط مع بعض على ما تعملوا لايك. تابعونا بقى في الفيديو التاني عشان التفاصيل مهمة. طالما بنتعلم يبقى لازم نشوف كل الأجزاء. لو أنا هعمله فيديو تجاري هروح لما لكم كل ده في فيديو واحد وتشوفوا الفستان في آخر الفيديو. طالما أنا بتعلم يبقى أنا بعمل فيديو فيه تفاصيل عشان توصلك بشكل دقيق. فبالتالي طولي بالك معانا وشوفوا جزء الخياطة اللي هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، ومتابعتك للفيديوهات أول بأول بتكسبك الخبرة والمهارات في التعلم. بشكركم جدا وتابعونا في الجزء التاني.